استاد القاهرة أمس كان الساعة 7 مليان بعدد كبير جدا من مشجعي الزمالك، حوالي 70,000 مشجع، كلهم فرحانين، كلهم عندهم أمل بأنه الزمالك هو اللي هياخد الكاس. لكن إنبي عمل الإنجاز الكبير أنه هو فاز على الزمالك 2-1 وخيب آمال كثير من مشجعي الزمالك. مبروك لإنبي، هارد لك للزمالك، لكن يعني لازم في نهارك سعيد ان احنا نتكلم بقى على اللي حصل وليه اللي حصل خالف كل التوقعات. كان في توقعات كبيره جدا بسبب انه في جمهور كبير بيشجع الزمالك وعدد صغير جدا يمكن من انبي اللي كان بيشجع فريق انبي، فليه اللي حصل ده؟ معايا الاستاذ ايهاب الخطيب، الناقد الرياضي بالمصر اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ ايهاب. كلنا لازم نقول لامبي مبروك طبعا، يستاهل، لانه واضح ان هو كسب عدد كبير من الانديه. احكي لي عن ليه امبي وصل ان هو يكسب الزمالك في اخر ماتش في الكاس. اولا بنقول مبروك لفريق امبي، جهاز فني ولاعبين، لعب مباراة على أفضل ما يمكن في ظروف صعبة جدا على أي فريق إنه يخوضها. أنت أثرت نقطة مهمة جدا، ليه إنبي في نهائي الكاس وليه إنبي خد الكاس؟ إنبي في نهائي الكاس لأنه أطاح بفرق مهمة جدا في خلال مشواره لوصول للنهائي، اتحاد الشرطة فرقة كبيرة جدا، نادي الأهلي فرقة طبعا كبيرة جدا، ثم أطاح بالمقاولين العرب اللي أطاح بالإسماعيلي. نعم. فبالتالي كل الفرق الكبيرة اللي قدامه قدر يعديها بشكل جيد جدا وبتكتيك كويس جدا من خلال مدير فني واعي اسمه مختار مختار، علامة من علامات كرة القدم المصرية في التدريب، ورشح لأماكن كتير منها النادي الأهلي على سبيل المثال الموسم الماضي، وكان وقتها هو متولي مسؤولية المصري فما رضيش يقدم استقالته. النهاردة مختار بيقدم شكل جيد للمدير الفني المصري زي ما كابتن حسن شحاتة بيأدي برضه شكل جيد للمدير الفني. نعم. مباراة بقى ليها فكر تاني خالص. الزمالك وجمهوره لم يحترم إنبي الاحترام الكامل. إنبي بمعنى يعني ايه؟ بمعنى النهارده عندما طالما اننا بنقول ان احنا في رياضه تنافسيه. نعم. اذا انت بتبص على الخصم بتاعك كويس قوي، هتلاعبه ازاي؟ امكانياته ايه؟ ايه نقط الضعف اللي عنده؟ ايه نقط القوه اللي عنده؟ ثقه لاعبي الزمالك وجهازهم الفني وجمهورهم كانت اكبر من الثقه اللي انا ابص على امكانيات المنافس بتاعي. وكان الزمالك حصل على بطولة الكأس من بدري. بداية المباراة الاستاد مليان بجمهور الزمالك. الجمهور امبارح يستحق. كان في جمهور لإنبي؟ ولا واحد في الملعب بيشجع إنبي باستثناء الجهاز الفني ومقاعد البدلاء، ولا واحد. كل الجمهور اللي كان موجود زي ما انت قلت يقترب من 70,000، بخلاف الجمهور اللي ما قدرش يدخل بره جاي بيحتفل. من 2002 ما شفناش الاستاد القاهرة مليان بجمهور الزمالك بهذا الشكل الجيد. جمهور عمل دخلة محترمة جدا ودخلة كويسة جدا. الجمهور لما تهزم الزمالك مشي في الاستاد بشكل حضاري جدا. نعم. نعم. بشكل لازم نشيد بجمهور الزمالك لان صحيح. الجمهور ده اتحمل. نعم. كتير. كان في شوية مشغلات طبعا لازم بعد الخروج عن النصر، ولكن لا تذكر من بعض الاعداد لان النهارده بيبقى عندك 70,000. نعم. لو خرج 300 400 500 عن النص يبقى انت كده يعني انت كده ماشي بشكل أداء كويس. اداء جميل جدا طبعاً. ومشرف ان هو بالظبط يعني روح رياضيه الحسنه جدا الحسنه الوحيده امبارح في الزمالك كله والجمهور. نعم. اللي بدا الماتش بشكل كويس ونهاية ماتش كويس بغض النظر عن بعض الهتافات، بغض النظر عن بعض الخروج عن النص لقله من الجماهير طبعا غير واعيه، لكن يكفي ان بقيه هذه الجماهير الكبيره عندها هذا الوعي الشديد. المباراه في الملعب مباراه اختلفت جدا. البعض انتقد الحكم السويسري جيروم، انا اعتقد ان الحكم السويسري يمكن انتقدوه ليه؟ يعني بسبب ايه؟ شوف اللي بيبقى موجود في الملعب احيانا بتبقى في بعض الكرات فيها التباس. نعم. هدف انبي الاول وضربه الجزاء البعض لم يشاهد ارتطام الكره في يد محمود فتح الله. هدف الثاني الانبي كل من كان موجود في الاستاد اعتقد انه تسلل، لكن هدف صحيح 100%، ولكن الزمالك كان بيطالب بضرب الجزاء
وبرضو إنبي كان بيضرب بضربة جزاء. لكن أنا في اعتقاد إن الحكم السويسري أدار الماتش، جيروم أدار الماتش بشكل جيد. لازم تكون له بعض الأخطاء، لأن مفيش حكم في الدنيا ملوش أخطاء. صحيح. ولكن مشكلتنا أننا نرى أن الحكم المصري يخطأ بعمد، يعني بيرجح كفة فريق عن فريق. عندنا حتة التخوف والهاجس من الحكم، من الحكم المصري ان ربما يعلي فرقه عن فرقه. ولكن الحكم الاجنبي حتى لو اخطا كل الناس هتقول لك بيقول لك ده ما لا يعرف انبي ولا يعرف الزمالك. ولكن برضو علشان نكون منصفين، اذا اراد الحكم السويسري امس انه يجامل، فهيجامل الفرقه اللي هي صاحبه جمهور كبير. يعني لو هو عنده مبدا المجامله، لكن الراجل اشتغل فير. الكره دي برضو حصل فيها حاله من اللغط. وقالوا ان هذا الهدف ربما لا يحتسب. لو الكره ارتطمت في العارضه ورجعت تاني لعادل مصطفى وحطها جون ما تتحسبش. لكن هي خبطت في عبد الواحد السيد، بس التاتش اللي خبطته في عبد الواحد ده حولها انها تبقى كوره جديده في الملعب. فبالتالي هو هدف صحيح برضه، لانه عمل حاله فعلا كتير من الناس من اللغط مش واخده بالها من الموضوع ده. بالظبط. في طبعا الهدف اللي اتقال عليه انه تسلل، برضه ده عمل حاله من اللغط، لانه هدف صحيح 100%. نعم. فبالتالي المباراه امبارح فنيا مشيت بشكل كويس. نعم. اثنين مدربين على اعلى مستوى ادوا باداء جيد جدا، اذا كان الكابتن حسن شحاته الكابتن مختار. طب استاذ اياد، بدون قطع كلامك معلش، انا عايزك تفرق لي ما بين الزمالك وهو بيلعب مع حرس الحدود، وما بين الزمالك امبارح مع انبي. مقارنه جيده جدا. مقارنه جيده جدا، لان احنا يعني بدون قطع كلامك معلش انا اسف، كنا شايفين الزمالك في 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 مع حرس الحدود بشكل، وانا اتكلمت هنا على الهواء على الماتش ده، وكان حاجه جميلة جدا، كان لعب جميل جدا، وكان في حاجة حالة ان انا واثق من نفسي بشكل جميل جدا، من اذا كان الكابتن حسن شحاتة ولا حتى اللاعبين. الفرق ما بين الماتشين ايه؟ الفرق ما بين الماتشين مهم جدا السؤال ده، لان طبعا الزمالك في الفترة اللي فاتت ومنذ تولي الجهاز الفني الحالي ماشي بشكل كويس. جمهور الزمالك لم يتعود على الزمالك من فترات انه دايما يحول تأخره لتقدم، يبقى مغلوب من وادي دجلة ويرجع يتقدم، يبقى خلاص المباراة هتنتهي وعمرو زكي يجيب جون في حرس الحدود وهم متعادلين 1-1 ويكسب قبل نهاية المباراة بدقيقتين. في روح جديدة. الزمالك احترم حرس الحدود وكان ينظر إلى نهائي الكاس، إنه يوصل للنهائي. صح. واسم حرس الحدود الكبير خلى الزمالك يحترمه، رغم ان حرس الحدود في هذا التوقيت فريق امكانياته اقل شويه وفقا للظروف اللي بيمر بيها حرس الحدود، اللي ما بيدعمش فرقته بالشكل المطلوب في الفتره اللي فاتت. فبالتالي هو الاسم الكبير واللي حاصل على لقب الدوري بطولتين متتاليين وحامل اللقب، وهو اللي كان اقدر. فكل اللي بنقوله ده يخليك تحترم فرقه الحرس، ولكنها على ارض الواقع اقل من كده بكتير. العكس مع انبي. انبي في الفتره اللي فاتت ما كانش ماشي بشكل جيد. موسم الماضي ما كانش ماشي بشكل جيد. وزير البترول السابق لما مشي البعض قال لك خلاص الدعم هيبقى مش موجود عند انبي. لكن نجاح اداره انبي في التعاقد مع مدير فني بامكانيات مختار استطاع ان يعيد البريق للاعبي انبي ويجهزهم بشكل جيد، وتعاقد مع بعض الصفقات ويعتمد على قطاع الناشئين في انبي لذخير بالمواهب الموجوده. دي المعادله بقى اللي حصلت، ان انبي كان في الفتره اللي فاتت اسمه كبير، ولكن كان عنده ضرب فني في أدائه الفني شوية وفي التراجع في الأداء الفني. نعم. جه مختار حلب الفرقة، ظهرت الفرقة في ظهورها الأول مع مختار في الكاس. لما طلع اتحاد الشرطة، لما خرج الأهلي، لما خرج المقاولين اللي مخرج الإسماعيلي، لازم احترم الفريق ده. وبالتالي الزمالك كان بيتعامل مع انبي على انه فريق اسهل من حرس الحدود، وعلى انه فريق ربما وصل للطرف النهائي، ولكن الزمالك يرى نفسه انه الافضل. نعم. الثقة الكبيره اللي كانت عند لعيبه الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي اشعل استاد القاهره بالشماريخ لحظه وصول فريق انبي، هي دي كانت اكبر مشكله عند نادي الزمالك، فضلا عن ان بعض اللعيبه في نادي الزمالك اللي هم المفروض يشيلوا فرقتهم ابتدوا لما جو احتفالي وجو فيه صخب في استاد القاهره، الالاف والمئات من الجماهير موجوده، ابتدوا يشتغلوا على الشغل الفردي، شيكابالا، عمرو زكي. فالشغل الفردي في هذه المباريات يعني بالبلدي كده ما ياكلش عشان ما يجيبش بطوله. نعم. فبالتالي كان من الاجدى ان الزمالك يلعب باللعب الافضل. الزمالك ادى بشكل كويس، ولكن برضو في حاجه اسمها في الكوره التوفيق. تمام. مهما تعمل يعني في كوره تبقى موفق فيها، كوره ما تبقاش موفق فيها، ولكن رعونه لاعبي نادي الزمالك جاءت للثقه الزايده جدا. وحتى وهم مغلوبين 2-1 قبل ان تلفظ المباراه انفسها، هم كانوا حاسين انهم هيتعادلوا في اي لحظه. الثقه الزايده دي
خلت ان لا ده حتى يبقى فردي شويه. استاذ ايهاب احنا كاميرا نهارك سعيد نزلت تشوف اراء الناس عن الماتش بشكل عام، خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. ان شاء الله ام بي يكسب عشان هو فريق قوي وعنده اداره ثابته ومختار معاهم بقاله فتره وان شاء الله يعني هيكسب. ام بي يكسب ان شاء الله 2-0 عشان طبعا مختار ومحمد ابو جبل في الجون ده اكيد طبعا، وطبعا ام بي بينقل كره حلوه. اي نعم الزمالك معاه حسن شحاته بس خلاص راحت عليه. الزمالك بطل معاه حسن شحاته، يعني مدرب احلى مدرب في افريقيا، فلازم الزمالك تفوز. سيبك من امبي او الزمالك فيه امكانيات لعيبه، فيها لعيبه. النتيجه 2-1 للزمالك ان شاء الله. توقعات الزمالك يكسب 3-1. جول. هو امبي يستحقها، امبي يستحقها، ولا اهلي ولا زمالك. مختار مدرب كبير طبعا وعمل ماتش حلو. الشوط الثاني امبي مسك الماتش وربنا كرمه. الزمالك دلوقتي احسن من 7 سنين فاتت، مش مشكله نخسر كاس نخسر الاول، اهم حاجه اللي احنا مستوانا في تحسن. حزينه جدا جدا بامانه يعني، فعلا حزينه خالص يعني. لا طبعا ازاي يعني الكاس ضاع مننا، وكنت مشجعه جدا بقالي 30 سنه بشجع الزمالك ومستنيه لحظه زي دي ان احنا فعلا نفوز وناخد الكاس ونبقى فعلا فرحانين. ازاي الكاس كده يضيع مننا ازاي يعني؟ الماتش كان كويس يعني، هي في يعني هي مساله حظ، فرصه جت هنا وفرصه جت هنا احنا بنقول لجمهور الزمالك يعني حسن شحاته عمل اللي عليه والناس عملت اللي عليها، اصبروا عليهم شويه ان شاء الله البطولات جايه كتير وهيبقى في كره في مصر.